مرحبا، هل كده راح تعمل ورق جديد مع طول الورق؟ اي طول الورق الأزرق، انا بحب اللون الأزرق. طبعا ورق جديد، مخبوز جديد، طبعا مسحة هاي. الآن أخذت الورق، أخذت مرة أخرى الورق. الآن إذا كان حالي فيه مكرج، فأطلب منه يحط يده، يعني إيده، فأرجيه على أول ورقة اللي هي الكت النهاج، يعني قص القبة. طبعا أحط القص القبة على إيده، أطلب من يشكل في إيده الثاني. الآن أخذ الورق، أخذ منيح 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 منيح، أخذ. والآن أرجي على الورقة الثانية، طبعا تطلع هي الجوكر. طبعا بنمسك الجوكر في إيدي، أنت شايفين الجوكر. والآن أمرك الجوكر بهذا الشكل. الآن أخبط الجوكر على قص القبة، يعني الكابل هارت، وينقل الكابل هارت على إيدي والجوكر على إيده. أعمل هيك، طبعا انتقل. أتمنى عجبتكم هاي الخدعة، و شكرا للمتابعة.